مؤكدا عزمه القوي على دخول مربع الأقوياء والاستمرار فيه. نتابع الآن لقطات من هذا اللقاء. فريق الاتفاق تجمد رصيده عند 21 نقطة، محتل بها المركز السابع. الفريق النصراوي يحتل المرتبة الثالثة، وللمعلومية فالأهلي هو صاحب المركز الأول، والاتحاد هو صاحب المركز الثاني، والهلال بعد فوزه على فريق الوحدة حل رابعا، تاركا المركز الخامس لفريق الرياض الذي خسر مساء أمس أمام فريق الاتحاد بهدفين دون مقابل.